السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد مع المحاضرة السابعة في مقرر فسيولوجيا النبات، والتي سنتناول فيها شرح التغذية المعدنية في النباتات الرقية. وكمقدمة في البداية أحب أن أشير إلى أن النباتات شأنها شأن أي كائن حي، تحتاج إلى العناصر الغذائية لكي تقوم بجميع العمليات الحيوية التي تكون محصلتها النهائية النمو الطبيعي والإزهار والإثمار، حيث تدخل تلك العناصر الغذائية في تركيب المواد العضوية المعقدة التي تبني أنسجة النبات مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. وهذه المركبات العضوية بيدخل في تركيبها بصفة أساسية عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، إلى جانب النيتروجين اللي بيدخل في بناء البروتينات والفوسفور اللي بيدخل في بناء الدهون المفسفرة. علاوة على أن بعض العناصر المعدنية بتعمل كمنشطات للإنزيمات اللازمة لتكوين هذه المركبات العضوية. فلكي تقوم النباتات الخضراء ببناء تلك المركبات العضوية المعقدة خلال عمليات الأيض، بيلزم لها توفر مواد أولية غير عضوية هي ثاني أكسيد الكربون والماء والعناصر المعدنية التي يمتصها النبات من البيئة المحيطة، ويطلق على ذلك اصطلاح التغذية المعدنية. وهعرض لكم صورة بتلخص باختصار احتياجات النبات من العناصر الغذائية. الصورة امامي بتوضح لي ان الاحتياجات الغذائية للنبات بتتمثل في احتياج النبات الى اشعة الشمس كمصدر للطاقة اللي بيستخدمها في بناء المركبات العضوية المختلفة، بالاضافة الى بعض المركبات الغير عضوية كمادة خام بيستخدمها في بناء المركبات العضوية، وهي الماء اللي بيحصل منه على عنصر الهيدروجين وعنصر الأكسجين، وثاني أكسيد الكربون اللي بيحصل منه على الكربون، والمينرالز اللي هي العناصر المعدنية المختلفة. وتسمى العناصر الغذائية التي يمتصها النبات من التربة باسم العناصر المعدنية، ومن ضمنها عنصر النيتروجين وهو عنصر غير معدني، فهو من غازات الهواء الجوي. ورغم ذلك فإن النبات يحصل عليه من التربة بعد تثبيته بواسطة بعض أنواع البكتيريا، كما يحصل النبات على بعض العناصر مثل الأكسجين والهيدروجين والكربون من الهواء الجوي والماء. ولكي ينمو النبات نموا طبيعيا ويكمل دورة حياته ويعطي أعلى محصول، يجب إمداده باحتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة وبالكميات المناسبة في الوقت المناسب خلال مراحل النمو الفسيولوجية المختلفة، لأن احتياجات النباتات الغذائية بتختلف باختلاف النوع النباتي وباختلاف مراحل نموه، كما أن احتياجات النبات من العناصر الغذائية المختلفة ليست ثابتة بالنسبة لكل العناصر، وإنما هناك بعض العناصر التي تحتاجها النباتات بكميات كبيرة نسبيا، وأخرى تحتاجها النباتات بكميات صغيرة جدا كما سنوضح في الجزء التالي. فلابد أن أدي للنبات احتياجاته من العناصر الغذائية بالكميات المناسبة اللي هو بيحتاج إليها. وزي ما قلت أن النباتات بتحصل على احتياجاتها من العناصر المعدنية من التربة التي هي ناتج لعمليات التعرية والتجوية في الصخور المختلفة، لذلك فإن الصخور بالإضافة إلى الماء والهواء الجوي بتعد المصدر الخام الرئيسي للعناصر المعدنية التي يحتاج إليها النبات. وعند توافر كميات مناسبة من هذه العناصر فإن النباتات تنمو بشكل جيد وتعطي محصول جيد من حيث الكم والنوع، ثم يتغذى عليها الحيوان والإنسان ليحصلان منها على احتياجاتهما من المواد العضوية والطاقة والعناصر الغذائية. لذلك هناك علاقة وثيقة بين تغذية النبات ومصير الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، وتتوفر العناصر بشكل تلقائي وطبيعي في التربة من خلال دورة العناصر أو عن طريق إضافتها من قبل الإنسان، حيث تختلف الأراضي في درجة خصوبتها حسب العوامل المختلفة. والتغذية الجيدة بتعتمد أساسا على وجود توازن ما بين العناصر الغذائية وبعضها البعض،
سواء كانت هذه العناصر متوفرة أصلا في التربة أو مضافة على شكل أسمدة. وكلما اقتربت درجة التوازن بين هذه العناصر الغذائية من حيث الكم والكيف من الحد الأمثل لحاجة النبات، كلما حصلنا على إنتاج أفضل بشرط توفر العوامل الأخرى اللازمة للنمو. وعند نقص كمية أحد هذه العناصر الغذائية فإن تأثيره يكون واضحا على النبات، سواء بمظاهر خارجية مرئية على لون النبات مثلا، أو شكله، أو تكون بشكل غير مباشر كضعف النمو وضعف الإنتاجية. ويمكن معرفة دور هذه العناصر المعدنية في تغذية النبات وأهميتها من خلال تحضير مزارع مائية تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها النبات، ويحذف منها عنصر معين وينمى فيها النبات، ويقارن النبات بنبات آخر من نفس النوع تم إنماؤه في مزرعة مائية قياسية، أي تحتوي على جميع العناصر الأساسية بتركيزات النبات. وهنا سنلاحظ اختلافات تظهر على النبات النامي في المزرعة المائية التي ينقصها أحد العناصر في صورة أعراض معينة قد تتمثل في تغير لون الأوراق أو تقزم النبات أو تشوه أوراقه أو حدوث ضعف في النمو أو ضعف في إنتاجية النبات وما إلى ذلك. ومن هنا يتضح لنا أن العنصر الذي تم حذفه عنصر ضروري للنبات، لأن نقصه أدى لظهور أعراض معينة أثرت على نمو النبات بشكل أو بآخر، وستؤدي في النهاية إلى ضعف نموه وضعف إنتاجيته. ولكي تتضح الصورة بشكل أفضل نتعرف الأول على مكونات النبات علشان نعرف بعد كده إيه هي العناصر اللي النبات محتاجها بشكل ضروري وبتأثر على نموه، وإيه هي العناصر الغير ضرورية. بتتكون الأجزاء الخضراء الغضة للنبات من حوالي 80 إلى 90% ماء، وحوالي 10 إلى 20% مادة جافة. وطبعا النسب دي بتختلف من نبات إلى آخر. والمادة الجافة للنبات بتتكون من شقين رئيسيين، هما المادة العضوية وهي تمثل حوالي 90 إلى 95% من المادة الجافة، أي أن المادة الجافة معظمها بتكون عبارة عن مادة عضوية. وتتكون المادة العضوية بصفة أساسية من عناصر الكربون والأكسجين والهيدروجين، كما يدخل معها في بعض المركبات العضوية عنصر النيتروجين والفوسفور، وهذا الجزء قابل للاحتراق. الشق الثاني من المادة العضوية هو الرماد أو الشق المعدني، وده بيمثل حوالي 5 إلى 10% من المادة الجافة، وهو غير قابل للاحتراق، وبالتالي يمكن الحصول عليه بحرق المادة النباتية الجافة على درجة حرارة عالية أو هضمها بواسطة مخلوط من الأحماض، وفي النهاية نحصل على الرماد الذي تصبح مركباته على صورة أكاسيد أو كربونات أو أملاح حسب عملية الحرق أو الهضم. وقد أجريت دراسات عديدة لتحديد العناصر التي توجد في الرماد، ووجدوا أن هناك أكثر من 90 عنصر توجد في الرماد لبعض الكائنات الحية، كائنات حية يعني، إلا أن 60 عنصر فقط هي التي ثبت وجودها في رماد النباتات. وده طبعا مش معناه أن جميع هذه العناصر عناصر ضرورية للنبات، أي مغذيات نباتية، وده بيرجع إلى أن النباتات بتمتص أي عنصر يوجد في صورة زائدة في محلول التربة الذي ينمو به النبات. ليه؟ لأن النباتات بتمتص الماء من التربة، ومع امتصاص الماء بتدخل العناصر الغذائية الدايبة فيه، أو بتدخل العناصر بمعنى أصح الدايبة في محلول التربة مع الماء أثناء امتصاص النبات له. والذي يحدد مدى احتياج النبات الى عنصر ما هو مدى دخول العنصر هذا العنصر في عمليات الايض او في بناء الانسجة النباتية. وقد اجريت تجارب عديدة لتحديد العناصر الضرورية التي يحتاج اليها النبات والتي تعتبر مغذيات نباتية،
باستخدام تقنية المزارع المائية، وده لأن الباحثون في مجال تغذية النبات وجدوا أن التربة وسط معقد وغير متجانس ولا يصلح لإجراء تجارب دقيقة بشأن تحديد العناصر الضرورية التي تدخل في تغذية النبات، ولهذا لجأوا إلى استخدام تقنيات المزارع المائية، حيث أن المحلول المغذي يمكن التحكم في نوعية وكمية العناصر الداخلة في تركيبه، وبذلك قاموا بإجراء العديد من التجارب على جميع العناصر بتحضير محلول مغذي يحتوي على جميع العناصر، ثم حذف عنصر أو أكثر من هذه العناصر وتنمية النباتات به ومراقبة حالة النمو، وبالتالي أمكن تحديد بعض العناصر التي تكون ضرورية لنمو النبات بشكل طبيعي ولكي يكمل دورة حياته معطيا العائد المطلوب منه والمحصول. وقد بلغ عدد هذه العناصر حوالي 16 عنصر، بينما باقي العناصر الأخرى لم تؤثر على نمو النبات، يعني وجودها زي عدم وجودها. ولذلك فإن العناصر التي يحتاج إليها النبات بشكل أساسي وتؤثر على نموه وتكون ضرورية لكي يكمل دورة حياته ويعطي المحصول سميت بالعناصر الضرورية أو الأساسية، أما باقي العناصر الأخرى التي لا تؤثر على نمو النبات سواء بغيابها أو وجودها فقد سميت بالعناصر غير الضرورية أو العناصر غير الأساسية. هذا وقد وضعت عدة شروط تحدد كون العنصر الموجود داخل النبات عنصر غذائي أي عنصر ضروري أم أنه عنصر غير ضروري أو غير أساسي، يعني يعتبر عنصر كيميائي. فالشروط التي وضعت لاعتبار العنصر الضروري تتمثل في النقاط الآتية: أولا، يجب أن يكون العنصر أساسيا للنمو الطبيعي والتكاثر في النبات ويدخل مباشرة في عملية الأيض أو تنشيط عمل الإنزيمات داخل النبات، أي بيدخل كمكون أساسي في تركيب النبات بأي كمية ولو بسيطة جدا. الحاجة التانية، أن غياب أو نقص هذا العنصر من وسط النمو لا يمكن النبات من إكمال دورة حياته اللي هي النمو الخضري والثمري. النقطة التالتة، لا يمكن لأي عنصر آخر أن يحل محله في القيام بوظيفته الحيوية في النبات، أي لا يمكن استبداله بعنصر آخر يحل محله أو يقوم بدوره الخاص في النبات، ونقصه يكون مصحوبا، أي نقص العنصر الضروري ده يكون مصحوبا بأعراض معينة لا تزول إلا بإضافة هذا العنصر دون غيره وفي الوقت المناسب خلال مراحل نمو النبات. ننتقل بعد ذلك للتعرف على العناصر الأساسية وأقسام المختلفة. العناصر الأساسية اللي هي العناصر الضرورية بتعرف أيضا بالعناصر المغذية، وتقسم هذه العناصر على أساس الكمية التي يحتاجها النبات من تلك العناصر إلى مغذيات كبرى أو عناصر كبرى ومغذيات صغرى أو عناصر صغرى. بالنسبة للمغذيات الكبرى اللي هي ماكرو نيوتريانتس وتسمى أيضا بالعناصر الكبرى ماكرو إليمنتس، هي العناصر التي تحتاجها النباتات بكميات كبيرة نسبيا تتراوح بين 1 إلى 4% من المادة الجافة للنبات، أي ما يعادل 10 إلى 40 مللي جرام لكل جرام مادة جافة، ويكون المدى واسع بين التركيز الأمثل والتركيز الضار سواء بالزيادة أو النقص لهذه العناصر. ده معناه إيه؟ يعني في حالة العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بيكون المدى واسع بين التركيز الأمثل والتركيز الأدنى والتركيز الأمثل والتركيز الأقصى. نوضح أكتر ونقول إن العناصر الكبرى دي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة، فبفرض مثلا عنصر معين وليكن عنصر مثلا النيتروجين بيحتاجه النبات بتركيز يتراوح بين 10 إلى 40 مللي جرام، يعني النبات بيحتاج العنصر
متوفر في مدى معين ما يقلش عن 10 مللي جرام اللي هو يعتبر التركيز الأدنى، وما يزيدش عن 40 مللي جرام اللي هو التركيز الأقصى. وبين التركيزين دول بيوجد تركيز يعرف بالتركيز الأمثل، ده أحسن تركيز بيحتاجه النبات، وطبعا المدى ده بيختلف من نبات لآخر. فإذا قل التركيز عن التركيز الأدنى ظهرت على النبات أعراض نقص، وإذا زاد التركيز عن التركيز الأقصى ظهرت على النبات أعراض سمية. أما في حالة التركيز الأمثل فعنده ينمو النبات نموا جيدا لأن بياخد احتياجاته من هذا العنصر. تمام. المدى بقى بين التركيز الأدنى والتركيز الأمثل، ولو فرضنا أن التركيز الأمثل 25 ميلي جرام في حالة المثال اللي احنا فرضناه اللي هو عنصر النيتروجين، يبقى الفرق ما بين التركيز الأمثل والتركيز الأدنى اللي هو 10 هيساوي 15، وبين التركيز الأمثل والتركيز الأقصى اللي هو 40 هيبقى الفرق برضو 15. 15 ميلي جرام ده يعتبر مدى واسع بين التركيز الأمثل والتركيز الضار سواء بالزيادة أو بالنقص في حالة العناصر الكبرى، على عكس العناصر الصغرى. ليه؟ لأن العناصر الصغرى النبات بيحتاجها بكميات ضئيلة جدا تقدر بالجزء في المليون، أي بالميكروجرام لكل جرام، بالميكروجرام لكل جرام، والميكروجرام ده بيساوي 1 على 1000 من المللي جرام. فلو فرضنا مثلا ان النبات بيحتاج عنصر معين بتركيز 20، يتراوح يعني بين 20 ل 40 بي بي ام، يعني من 20 ل 40 مايكروجرام لكل جرام، والتركيز الامثل فرضناه ان هو 30 مايكروجرام لكل جرام، يبقى الفرق بين التركيز الامثل اللي هو 30 والتركيز الادنى اللي ممكن يتحمله النبات وهو 20 مايكروجرام لكل جرام هنلاقي الفرق 10 مايكروجرام، وبين التركيز الأمثل والتركيز الأقصى، التركيز الأمثل قلنا 30 مايكروجرام والتركيز الأقصى 40 مايكروجرام، فهيكون الفرق 10 مايكروجرام. 10 مايكروجرام يعني 1 من 100 مللي جرام، 1 من 100 مللي جرام دي كمية ضئيلة جدا جدا جدا. لذلك بنقول ان المدى في حالة العناصر الصغرى بيكون ضيق جدا بين التركيز الامثل والتركيز الضار سواء بالزيادة او بالنقص. لذلك فان اي تغير ولو طفيف في تركيز اي عنصر من العناصر الصغرى بيظهر تأثيره فجأة على النبات سواء نقص او سمية. نرجع تاني لموضوعنا وهو العناصر الكبرى. العناصر الكبرى دي بتضم 6 عناصر، هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت بالإضافة إلى الكربون، وتصل نسبته في المادة الجافة إلى 45%، والأكسجين وتصل نسبته في المادة الجافة للنبات إلى 45%، والهيدروجين تصل نسبته في المادة الجافة للنبات حوالي 6%. ويحصل النبات على الأكسجين والكربون من ثاني أكسيد الكربون اللي بيمتصه من الهواء الجوي أثناء عملية البناء الضوئي، ويحصل على الهيدروجين من الماء المستخدم في نفس العملية، بينما باقي العناصر الكبرى بيحصل عليها النبات من التربة. نأتي بقى للمغذيات الصغرى والتي تسمى أيضا بالعناصر الصغرى مايكرو إليمنتس أو العناصر النادرة تريس إليمنتس، يعني بنقول عليها مغذيات صغرى أو عناصر صغرى أو العناصر النادرة، وهي العناصر اللازمة للنبات بكميات قليلة نسبيا تقدر بالجزء في المليون، ويكون المدى ضيق بين التركيز الأمثل والتركيز الضار سواء بالزيادة أو النقص زي ما قلت قبل كده. لذلك بتظهر أعراض النقص أو السمية اللي هي زيادة شديدة على النبات فجأة. وجميع المغذيات الصغرى بتعمل كعناصر منظمة للنمو حيث أنها تعمل كمنشطات إنزيمية ولا تدخل في تركيب المركبات الأساسية للنبات اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والصبغات وما إلى ذلك، كما هو الحال في المغذيات الكبرى. والعناصر الصغرى 7 عناصر هي
الحديد والمنجنيز والبورون والزنك والنحاس والمولبيديوم والكلور. هذا ويعتبر البعض أن الحديد عنصرا من العناصر الكبرى، في حين يعتبره البعض الآخر من العناصر الصغرى، لكن هذا الأمر بيتعلق بالنبات، يعني مرتبط بنوع النبات ومراحل نموه. ففي حالة احتياج النبات لهذا العنصر بكميات كبيرة نسبيا كما هو الحال في العناصر الكبرى يعتبر عنصرا من العناصر الكبرى، أما في حالة احتياجه بكميات قليلة يعتبر عنصرا من العناصر الصغرى. وأحيانا بيضاف إلى مجموعة المغذيات الصغرى عنصر الكوبالت نظرا لدوره في تثبيت النيتروجين. نيجي بقى بعد كده للعناصر غير الأساسية، العناصر الغير ضرورية non-essential nutrients. هي مجموعة العناصر التي لا ينطبق عليها شروط العناصر الضرورية، بمعنى أن وجودها أو غيابها لا يؤثر على نمو النبات ولا تدخل في تركيبه ولا تؤثر في المحصول النهائي، ولكنها قد تكون ضرورية للإنسان، يعني بعضها ممكن يكون ضروري للإنسان، ومع ذلك يظل لها دور في النبات وهو حفظ التوازن الأيوني داخل النبات. يعني العناصر غير الأساسية دي عناصر ما بيحتاجهاش النبات، ووجودها أو غيابها ما بيأثرش على النمو، لكن إذا دخلت إلى الخلية النباتية بتتجمع في العصير الخلوي وبيكون لها دور في حفظ التوازن الأيوني داخل النبات. وتضم هذه العناصر الكلورين والسيليكون والألمونيوم والكوبالت واليود والليثيوم والصوديوم والفانيديوم. نيجي بعد كده بقى نعرض لكم جدول، الجدول ده بيوضح لي العناصر الضرورية للنبات اللي هي العناصر الكبرى والعناصر الصغرى والرمز الكيميائي لكل عنصر، الصورة الصالحة للنبات، الصورة اللي ممكن النبات يمتصها ويستفيد منها، التركيز بتاع العنصر في المادة الجافة للنبات، بعد كده عندي الوزن الذري، بعد كده اهم الادوار في فسيولوجيا النبات تاني. عندي الجدول بيشمل مجموعة اعمدة، العمود الاول بنكتب فيه اسم العنصر، العمود التاني رمز العنصر، العمود التالت الصورة الصالحة من العنصر للنبات، التركيز في المادة الجافة للنبات ده العمود اللي هو الرابع، العمود الخامس بنكتب الوزن الذري، العمود السادس كاتبين فيه اهم الادوار الفسيولوجية في النبات باختصار، اهم الادوار الفسيولوجية لكل عنصر باختصار. فمثلا الكربون رمزه سي، الصورة الصالحة للسوان بواسطة النبات اللي هي CO2، تركيزه في المادة الجافة للنبات حوالي 45%، الوزن الذري 12، بيدخل في بناء المركبات العضوية المعقدة، بيدخل في بناء جميع المركبات العضوية المعقدة. بالنسبة للأكسجين الرمز الكيميائي بتاعه اللي هو O، الصورة الصالحة لاستخدام مبسط النبات اللي هي CO2، نسبته في المادة الجافة حوالي 45%، الوزن الذري 16، أيضا بيدخل في بناء جميع المركبات العضوية المعقدة. الهيدروجين الرمز بتاعه H، الصورة الصالحة لاستخدام بواسطة النبات اللي هي H2O، التركيز في المادة الجافة حوالي 6%، الوزن الذري 1، بيدخل في بناء جميع المركبات العضوية المعقدة. ده بالنسبة للتلات عناصر الأولانيين اللي هي العناصر اللي بيحصل عليها النبات من الماء والهواء. بالنسبة بقى للعناصر الكبرى اللي بيحصل عليها النبات من التربة، دي بتشمل النيتروجين ورمزه الكيميائي N، الصورة الصالحة للاستخدام بواسطة النبات اللي هي NO3 النترات و NH4 اللي هي النشادر. بعد كده عندي التركيز المادة الجافة 1.5%، الوزن الذري 14، بيدخل في بناء الأحماض الأمينية والنووية والبروتينات وبعض الهرمونات والكلوروفيل وبعض المرافقات الإنزيمية، دي أهم أدواره الفسيولوجية. نيجي لعنصر البوتاسيوم الرمز الكيميائي كي، الصورة الصالحة للاستخدام بواسطة النبات اللي هي أيون البوتاسيوم كاتيون البوتاسيوم، التركيز في المادة الجافة حوالي 1%، الوزن الذري 39، وعنصر البوتاسيوم بيلعب دور هام في التوازن الأيوني وفي بناء البروتينات وفي فتح الصدور.
بالنسبة للفوسفور الرمز الكيميائي بي، الصورة الصالحة للاستخدام بواسطة النبات أو الامتصاص بواسطة النبات اللي هي H2PO4 اللي هي أيون الفوسفات الأحادية، والـ HBO4 اللي هو أيون الفوسفات الثنائي. تركيز المادة الجافة 2/10%، الوزن الذري 31. بيدخل الفوسفور في تركيب مركبات الطاقة اللي هي الـ ADP والـ ATP والـ UDP والـ UTP والـ GTP والـ GDP، كما يدخل في بناء الفوسفوليبيدات اللي هي الأحماض اللي هي الدهون المفسفرة أو الليبيدات المفسفرة، وكذلك الأحماض النووية وبعض المرافقات الإنزيمية زي الناد والناد بي. بالنسبة للكالسيوم رمزه الكيميائي CA، الصورة الصالحة للامتصاص والاستخدام بواسطة النبات اللي هي CE2 اللي هو كاتيون الكالسيوم الثنائي. تركيز المادة الجافة 5/10%، الوزن الذري 40. بيدخل الكالسيوم في تركيب الصفيحة الوسطى ويلعب دور هام في المحافظة على تركيب ونفاذية الأغشية الخلوية. بيعمل أيضا على تنشيط بعض الإنزيمات، كما يقوم بتنظيم الاستجابة الخلوية للمؤثرات الخارجية كسكند ماسنجر أي رسول ثاني. المغنيسيوم رمزه الكيميائي MG، الصورة الصالحة للامتصاص والاستخدام بواسطة النبات اللي هي MG2 اللي هو كاتيون المغنيسيوم الثنائي. تركيز المادة الجافة 2/10%، الوزن الذري 24. والمغنيسيوم بيدخل في تركيب الكلوروفيل وله دور كبير في بناء الكلوروفيل، بينشط العديد من الانزيمات. اللي انا بقوله هنا دي اهم الادوار الفسيولوجيه باختصار. الكبريت الرمز الكيميائي S، الصوره الصالحه للامتصاص والاستخدام بواسطه النبات اللي هي S4 كل تو اللي هو يعني ايون الكبريتات الثنائي. التركيز في المادة الجافة للنبات 1/10%، الوزن الذري 32. والكبريت بيدخل في بناء بعض الأحماض الأمينية الكبريتية الأساسية. بيعمل مرافق إنزيمي هام في عملية التنفس. نشوف باقي العناصر اللي هي المغذيات الصغرى ماكرو نيوتريانس، وكلها عناصر مغذية يحصل عليها النبات من التربة. اولى هذه العناصر الحديد في ايه، الصورة الصالحة للنبات اللي هو ايون الحديدوز والحديديك. الحديدوز اللي هو Fe2 والحديديك اللي هو Fe3. التركيز في المادة الجافة للنبات 100 ppm، يعني 100 جزء في المليون. الوزن الذري 56 اسف. بيدخل في تركيب السيتوكرومات وينشط بعض الانزيمات. المنجنيز رمز الكيمياء بتاعه MN، الصورة الصالحة للنبات اللي هو كاتيون المنجنيز الثنائي. التركيز في المادة الجافة للنبات 50 ppm، الوزن الذري 55. بيعمل منشط لبعض الانزيمات وينشط بناء الأحماض الأمينية، وضروري لانشطار الماء ضوئيا في تفاعل الضوء. الزنك ZN، الصورة الصالحة للامتصاص بواسطة النبات كاتيون الزنك الثنائي. التركيز في المادة الجافة 20 ppm، الوزن الذري 65. والزنك ضروري لبناء البروتين والكلوروفيل وينشط بعض الانزيمات، كما له دور هام في بناء بعض الهرمونات زي الاوكسين. البورون بي، الصورة الصالحة للامتصاص والاستخدام بواسطة النبات هو ايون البورات الاحادي وايون البورات الثنائي. التركيز في المادة الجافة للنبات 20 ppm، الوزن الذري للبورون 11. بيعمل كعامل مرافق في بناء الكلوروفيل، وله دور في انتقال السكريات وبناء الاحماض النووية. النحاس CU، الصورة الصالحة للنبات اللي هو كاتيون النحاس الأحادي والثنائي. التركيز في المادة الجافة للنبات 6 ppm، الوزن الذري 63.5.
بيعمل كمجموعة فعالة في العديد من إنزيمات الأكسدة والاختزال وإنزيمات التمثيل الحيوي. يعني هنا دوره إن هو بيعمل كمجموعة فعالة أو مكملة في العديد من إنزيمات الأكسدة والاختزال وإنزيمات التمثيل الحيوي للجنين. المهم بدنا MO هنا الصورة الصالحة للامتصاص بواسطة النبات اللي هي أكسيد المولبدنم الثنائي. الصورة التركيز في المادة الجافة النبات 1 من 10 ppm، 1 من 10 ppm يعني 1 من 10 مايكروجرام لكل جرام. الوزن الذري بيكون 100. المولبدنم ضروري وهام في اختزال النترات داخل النبات الى امونيا، وضروري للعلاقة التكافلية للنبات مع بكتيريا تثبيت النيتروجين. الكلور CL الصورة الصالحة للنبات اللي هو انيون الكلور او الكلورين. التركيز في المادة الجافة 100 ppm. الوزن الذري 35.5. ضروري لانشطار الماء ضوئيا في تفاعل بناء الضوئي زي المنجنيز، وله دور هام في تنظيم العلاقات المائية داخل النبات. بالنسبة للجدول اللي انا عرضته ده جدول مختصر بيوضح لي اهم العناصر الضرورية للنبات اللي هي العناصر المغذية سواء كانت عناصر كبرى او عناصر صغرى، والرمز بتاع كل عنصر، والصورة الصالحة للنبات، والتركيز في المادة الجافة للنبات، والوزن الذري، واهم ادوار الفسيولوجية باختصار مش بالتفصيل. والجدول ده بيكون مهم بالنسبة لك لان بيديك فكرة مختصرة عن العناصر ودورها والصورة الصالحة للنبات والكلام ده كله، لكن الحاجات دي هشرحها انا بشيء من التفصيل فيما بعد، بانما هذكر اهم الوظائف العامة للعناصر ككل، ودي اللي هتبقى مطلوبة منك ان انت تعرفها، اللي هي الوظائف العامة للعناصر المغذية. لكن في عندي جزء تاني بيتناول شرح كل عنصر ورمزه والصورة الصالحة للامتصاص ونسبته في المادة الجافة واهم الوظائف الفسيولوجية بتاعته بالتفصيل واعراض نقصه بالتفصيل والكلام ده كله، بس ده انا هفرد له تسجيل خاص بيه وهرفعه للي عايز يعرف او يستزيد في هذا الموضوع. لكن اللي مطلوب منكم بالنسبة لطلاب الفرقة الثانية ان انت تعرف لي الجدول ده اللي انا عامله باختصار، وتعرف لي اهم الادوار الفسيولوجية او الوظائف الفسيولوجية العامة للعناصر اللي انا هذكرها بعد كده ان شاء الله. ننتقل اذا لشرح الوظائف الفسيولوجية العامة للعناصر الغذائية. الوظائف الفسيولوجية العامة للعناصر الغذائية اللي هي العناصر الضرورية ككل. بتقسم العناصر الغذائية اللي هي العناصر الضرورية الى مجاميع تبعا لادوارها الفسيولوجية في النبات كما هو موضح على النحو التالي. عناصر بنسميها عناصر تركيبية، وهي العناصر التي تدخل في تركيب مركبات عضوية خاصة مثل البروتينات والمواد الكربوهيدراتية والدهون المفسفرة والكلوروفيل والأحماض النووية والأحماض الأمينية ومركبات الطاقة والسيتوكرومات والفيرودوكسين. ومن أمثلة هذه العناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، والثلاثة دول أساسيين في جميع المركبات العضوية، بالإضافة إلى النيتروجين اللي هو بيدخل في بناء الكلوروفيل والأحماض النووية والأحماض الأمينية، والفوسفور اللي بيدخل في مركبات الطاقة، المغنيسيوم والكالسيوم والكبريت والحديد. المجموعة الثانية هي العناصر التنشيطية، وهي عناصر بتعمل على تنشيط عدد من الإنزيمات خاصة التي تؤثر في تفاعلات الأكسدة والاختزال مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والمولبدنم. في مجموعة تالتة دي عناصر بتعمل كعوامل مساعدة للتفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا
مثل تفاعلات الهدم والبناء، ومن أمثلتها الحديد والنحاس والمنجنيز والزنك والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم. في عناصر بتنظم الاتزان الأيوني في الخلايا وتؤثر بالتالي على العلاقات الأسموزية، ومن أمثلة هذه العناصر البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلور والفوسفات والنترات والكربونات. في عناصر بتلعب دور هام في نقل الطاقة في الخلايا مثل الفوسفور والأكسجين والهيدروجين. طبعا أنا يعني لسه ما خلصش كلامي، لكن هنا أنا يعني بتكلم عن أهم الوظائف الفسيولوجية للعناصر المغذية، واللي بناء عليها قسمناها للمجموعات اللي احنا شايفينها دي. يعني عناصر تركيبية بتدخل في تركيب مركبات عضوية خاصة مثل البروتينات والمواد الكربوهيدراتية والدهون والفوسفور والحاجات دي كلها، ومن أمثلتها الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت والحديد. اكتب لي، مش شرط ان انت تحفظ كل العناصر دي كمثال للعناصر التركيبية، بس يعني اذا قدرت تحفظها كلها خير وبركة، ما قدرتش تحفظها كلها يبقى تركز لي على اهم هذه العناصر زي الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والفوسفور. كذلك الحال في عناصر تنشيطية اللي هي بتعمل على تنشيط عدد من الانزيمات خصوصا اللي بتأثر في تفاعلات الاكسدة والاختزال. في منها عناصر كتير هنا، انا يهمني تحفظ لي كم عنصر منهم، وخصوصا الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنجنيز. العناصر بتعمل كعوامل مساعدة للتفاعلات الكيميائية اللي بتحدث في الخلايا مثل تفاعلات الهدم والبناء، من امثلتها الحديد والنحاس والمنجنيز والزنك والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم. تحفظ لي 3 4 منهم. العناصر اللي بتنظم الاتزان الايوني بالمثل 3 أو 4. عناصر بتلعب دور هام في نقل الطاقة في الخلايا هم 3، يعني سهل ان تحفظهم، الفوسفور والاكسجين والهيدروجين، وهكذا بالنسبة لباقي الوظائف. فالوظيفة اللي بعد كده ان في عناصر بتلعب دور في نقل بعض المركبات العضوية مثل البوتاسيوم الذي يلعب دور في نقل الاحماض العضوية والامينية، وايضا البورون الذي يلعب دورا هاما في نقل السكريات. وهنا مهم ان انا احفظ المثالين دول. في عناصر بتلعب دور في التخزين مثل عناصر النيتروجين والفوسفور والكبريت وايضا البوتاسيوم. في عناصر لها دور في تأثير التضاد وحماية الخلية من تأثيرات السمية لعناصر اخرى، يعني في عناصر بيكون لها تأثير مضاد لعناصر اخرى فبتحمي الخلية من تأثيراتها السامة مثل النحاس والبوتاسيوم. في عناصر بتعمل متعاونة او مكملة لوظائف عناصر اخرى، كما يتعاون الصوديوم مع البوتاسيوم ويتعاون الكالسيوم مع المغنيسيوم. في عناصر لا تدخل في تركيب المواد العضوية في النبات، ولكن يحتاج النبات بكميات كبيرة لإتمام العديد من العمليات الحيوية مثل البوتاسيوم اللي بينظم فتح وغلق الصخور وبينظم انتقال المغذيات إلى الثمار والأزهار، بالكم ويعني له دور في عملية التخزين، وأيضا بينظم الاتزان الأيوني اللي بيتم، وله دور في بعض العمليات الحيوية اللي بيتم في الخلية. وزي ما قلنا في البداية ان في عناصر تركيبية ومن اهمها عنصر الكربون والهيدروجين والاكسجين اللي بيلعب دور هام في بناء جميع المركبات العضوية الهامة في النبات مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها من المركبات. يعني انا هنا بدل ما اشرح لك عنصر عنصر اتكلم عن اهم وظائفه والصورة اللي بيوجد عليها في التربة والصورة الصالحة لامتصاص بواسطة النبات واهم اعراض نقصه بالتفصيل، رحت جاي لمم لك اهم الادوار او الوظائف الفسيولوجية للعناصر المغذية ككل، وقسمت العناصر طبعا لهذه الوظائف الى مجموعات حوالي 10 مجموعات وعرضتهم عليك علشان تعرفهم واسهل عليك حفظ الجزء دلوقتي وفهمه، يعني ما يبقاش حفظ كده اعمى ولكن يكون حفظ بناء على فهم، بدل ما نمسك عنصر عنصر ونتكلم عن وظائفه وتاخد حوالي من 5 إلى 10 وظائف لكل عنصر، وفي نفس الوقت تاخد اعراض النقص بتاعت العناصر فيحصل تداخل بين العناصر وبعضها وتعمل لك مشكلة. لا، انا رحت جلمهم لك مع بعض ورحت مقسم لك العناصر على حسب وظائفها الفسيولوجية الى 10 مجموعات سهلة وبسيطة زي ما انا عرضتها لك كده، يبقى سهل عليك ان انت تحفظهم على اساس فهم بسيط.
وزي ما اتكلمت عن الوظائف الفسيولوجية للعناصر الغذائية بوجه عام بعنوان الوظائف الفسيولوجية العامة للعناصر الغذائية علشان أسهل عليكم فهمها ولما لكم في نقاط محددة يسهل عليكم استيعابها وفهمها، هتكلم أيضا على أعراض نقص العناصر الغذائية على النبات بوجه عام بعنوان الأعراض العامة لنقص العناصر الغذائية على النبات، وهعمل لكم كي أو سلسلة من الخطوات يمكن اتباعها في تشخيص أعراض نقص العناصر على النبات وتحديد العنصر الناقص بالضبط. بس هذه الطريقة بتحتاج إلى خبرة واحترافية، يعني مش أي حد يطبقها، لأن هناك بعض المشاكل التي قد تواجه من يقوم بهذه الطريقة، فلا بد أن يكون عنده خبرة كافية ومهارة عالية في تمييز أعراض النقص والتفرقة بين أعراض نقص العناصر المختلفة. لذلك يجب أن يأخذ الملاحظات التالية في الاعتبار. أولى هذه الملاحظات أن أعراض نقص عنصر معين ليست متشابهة في جميع النباتات، بل تختلف من نبات إلى آخر. ده مش معناه ان تحصل لنا مشكلة، يعني انا هقعد احفظ بقى اعراض نقص كل عنصر في كل نبات، لا، في اعراض عامة لكل عنصر بتظهر في حالة نقصه على اي نبات، لكن هناك بعض الاختلافات اللي بتظهر من نبات الى اخر، فلابد ان ده يكون في اعتباره. الحاجة التانية ان اعراض نقص العنصر في النبات الواحد بتختلف من مرحلة نمو الى اخرى، يعني في مرحلة النمو الخضري بتختلف عن مرحلة النمو الثمري. بس عموما لو أعراض النقص ظهرت في مرحلة النمو الثمري هتشمل أيضا المجموع الخضري، يعني لو أنا عارف أعراض النقص بتاعت العنصر على المجموع الخضري بتاع النبات وجد ظهرت أعراض نقص عنصر على الثمار وتابعت الأعراض اللي موجودة على المجموع الخضري، هقدر اتأكد ان الاعراض اللي ظهرت دي على الثمار هي بسبب نقص العنصر اللي بيظهر لي الاعراض دي على المجموع القدري. الحاجة المهمة قوي بقى ان ممكن يحصل نقص الاكثر من عنصر في نفس الوقت، فممكن يحصل تداخل في مظاهر اعراض النقص للعناصر ويصعب تحديد اي العناصر هو المسبب لهذه الاعراض. لذلك لابد ان يكون من يقوم بهذه الطريقة ملما بالفروق التي توجد في اعراض النقص بين العناصر المختلفة، يعني يبقى عارف العناصر اللي اعراض نقصها بتكون متشابهة وعارف العرض اللي يقدر يفرق به بين هذه العناصر، لان لا يمكن تكون الاعراض متطابقة ما بين العناصر وبعضها، حتى لو حصل تشابه بدرجة كبيرة في اعراض النقص لابد ان يكون هناك عرض معين او اكثر يفصل ويحدد هذه الاعراض تخص اي عنصر من العناصر. عشان كده احنا بنأكد على ان العملية دي بتحتاج الى خبرة عالية ودقة عالية في التمييز بين اعراض نقص العناصر وبعضها. الحاجة بقى المهمة برضو اللي يجب ان تتخذ في الاعتبار ان اعراض نقص بعض العناصر قد تتشابه مع اعراض نقص الري او اضرار الرش بالمبيدات الحشرية او الفطرية او اعراض سوء الاحوال الجوية، فبرضو لازم اللي يقوم بهذه الطريقة او اللي يقوم بعملية التشخيص دي لابد ان هو يكون ملم وفاهم ويقدر يميز بين اعراض نقص العناصر واعراض اللي هي الاضرار اللي بتتسبب عن نقص الري او زيادة الري او الضرر الناتج عن رش بالمبيدات الحشرية او الفطرية او سوء الاحوال الجوية او زيادة تركيز الملوحة. طيب ننتقل بقى نشوف طريقة تشخيص اعراض نقص العناصر وكيفية تحديد العنصر الناقص بالضبط. بقسم اعراض النقص الى ثلاث اقسام. القسم الاولاني بنقول
اعراض نقص بتظهر على النبات كله. يعني عند اولا هنا اعراض نقص تظهر على النبات كله، في الحالة دي هيكون عندي الاعراض دي خاصة بعنصر من اتنين، هما النيتروجين والفوسفور. طب ازاي اميز بينهم؟ في حالة نقص النيتروجين بيظهر على الاوراق العليا من النبات لون اخضر شاحب، يعني اصفرار بسيط كده، ولما انزل لاسفل الاقي الاوراق اللي اسفلها بيكون لونها اصفر، وبالنزول للاوراق اللي عند قاعدة الساق نلاقي لونها بني وبعضها مات وسقط على الارض. في الحالة دي بتأكد ان هو عنصر النيتروجين. طب ليه هذا التدرج في الاعراض ما بين الاوراق اللي في القمة والقاعدة والمنتصف؟ لان عنصر النيتروجين عنصر متحرك، يعني الجذور لما بتمتصه بينتقل بسرعة للأجزاء العليا من النبات، لذلك عند حدوث نقص في عنصر النيتروجين بتبدأ أعراض النقص في الظهور على الأوراق السفلية، ثم تنتقل للأوراق العلوية ثم الأعلى حتى تصل إلى الأوراق اللي في قمة النبات. لذلك بتكون الأعراض بتاعت نقص النيتروجين متقدمة قوي، يعني الأعراض ظهرت بشكل متقدم على الأوراق السفلية وبشكل أقل شوية في الأوراق الوسطى وقليل على الأوراق العليا. فهي أعراض نقص النيتروجين بتتمثل في حدوث اصفرار في البداية، ثم الاصفرار ده يتطور ويزيد يبقى أصفر داكن، آسف، يبقى أصفر شديد يعني، ثم يتحول اللون بتاع الأوراق إلى اللون البني بزيادة النقص، ثم تموت الأوراق وتسقط على الساق. لذلك بنلاقي الأوراق اللي فوق، الأوراق العليا بتاعت النبات، الأعراض ظهر عليها بشكل بسيط، لأن هي آخر حاجة بيظهر على الأعراض بيبقى لونها أصفر فاتح، وبعد كده الأوراق اللي تحتها بيكون الاصفرار فيها زاد، وبعدين الأوراق السفلية هي اللي بتظهر عليها الأعراض المتقدمة. طيب ايه اللي بيخلي نقص النيتروجين بيصاحب حدوث اصفرار؟ النيتروجين بيدخل في بناء الكلوروفيل وبيدخل في بناء المركبات النيتروجينية والكلام ده كله، علشان كده لما بينقص بيقل معدل تخليق الكلوروفيل، وفي نفس الوقت بيحصل للكلوروفيل الموجود هدم فيبدأ يحصل اصفرار، وقد يصاحب ذلك ظهور لون ارجواني على الاعناق بعد اختفاء الكلوروفيل، وده راجع لزيادة تركيز لون صبغة الأنثيانين. أنا هنا شرحت لك المعلومة دي عشان أفهمك التدرج في أعراض النقص بتاعت النيتروجين على النبات كله سببه إيه، ودي بيبقى في حدوث إصفرار. تمام؟ طيب ده بالنسبة للنيتروجين. طب بالنسبة للفوسفور الوضع بيبقى إيه؟ في حالة الفوسفور الأعراض بتظهر على النبات كله، وبلاحظ ان الاعراض بتتمثل في ظهور لون اخضر داكن على الاوراق، يعني لون الاوراق بيتحول للون الاخضر الداكن مع وجود بقع او نقط ارجوانية في الاوراق العليا، ويصاحب اللون الاخضر ان يتحول لون قمة النصل وحوافه الى اللون الارجواني، يعني الاوراق بتبقى خضراء وحوافها وقمتها بيبقى لونهم ارجواني، وعند النزول الى اسفل يعني الى الاوراق السفليه اللي موجوده عند القاعده بنلاقي لونها اتحول الى اللون الاسود، وبعضها ممكن يكون مات وسقط على الارض. يبقى في عندي اول حاجه، اول قسم الاعراض اللي بتظهر على النبات كله، ودي هتكون اما العنصر النيتروجين او العنصر الفوسفور. عنصر النيتروجين قلنا الاعراض بتتمثل في حدوث اصفرار على الاوراق العليا، اصفرار بسيط كده، الاوراق الاسفل منها بتكون الاصفرار زاد، الاوراق السفليه لونها بني وبعضها بيكون مات وقع على الارض، وممكن تتكون بقع ارجوانيه على اعناق الاوراق. اما في حاله الفوسفور فالاوراق بيتحول لونها الى الاخضر الداكن مع تلون قمه وحافه النصل باللون الارجواني، والاوراق السفليه اللي هي الاوراق القديمه بتكون الاعراض تطورت فيها وصلت الى مراحل متقدمة فبتحول لونها للون الاسود، وممكن ان هي تموت وتسقط على الارض. القسم الثاني اعراض نقص تظهر على الاوراق السفلية وتظل الاوراق العلوية سليمة، يعني ما بيحصل نقص
لعناصر معينة، ألاقي الأعراض بتظهر على الأوراق السفلية والأوراق العلوية بتكون سليمة. ممكن يظهر عليها الأعراض بعد كده، بس إيه بتاخد وقت، يعني بتظهر عليها الأعراض بس إيه متأخرة شوية عن الأوراق السفلية. في الحالة دي هيبقى في عندي نقص لواحد من 3 عناصر، إما البوتاسيوم أو الزنك أو المغنيسيوم. أميز بينهم إزاي؟ كالآتي: أشوف الأوراق السفلية أعراض النقص اللي ظهرت عليها عبارة عن إيه؟ إذا لقيت الأوراق السفلية لونها أصفر وعليها بقع لونها بني ميتة كده، فيكون نقص العنصر متوقف على مكان البقع البنية الميتة. فإذا كانت البقع البنية الميتة موجودة على حواف النصل، يعني لقيت حواف النصل كده لونها بني وميتة بيقول عليها احتراق حواف الأوراق، يبقى ده نقص عنصر البوتاسيوم. أما إذا كانت البقع البنية الميتة توجد بين العروق في نصل الورقة، تكون هذه الأعراض نقص الزنك. تمام؟ دي حاجة. النقطة اللي بعد كده: إذا كانت الأوراق السفلية صفراء بدون بقع ونصل الورقة ملتف على بعضه بياخد شكل الطبق، بياخد شكل الايه؟ الطبق، فتكون هذه الأعراض أعراض نقص المغنيسيوم. يبقى تاني نقولها برضو عشان نأكدها ونثبتها في ذهنكم: لما تظهر عندي أعراض النقص على الأوراق السفلية وتظل الأوراق العليا سليمة، مش معنى إن هي إن أنا بقول إن هي سليمة إنها تفضل طول عمرها سليمة في وجود هذا النقص، لأ، ده باستمرار النقص هتمتد الأعراض بعد فترة على الأوراق العليا، لكن بداية ظهورها بتبقى ظاهرة على الأوراق السفلية بشكل واضح. ده هيكون نقص عنصر من أحد 3 عناصر أو أحد العناصر الثلاثة اللي أنا هقول عليها دلوقتي، اللي هي البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم. أحدد العنصر الناقص إزاي؟ نشوف الأعراض. إذا كانت الأوراق السفلية لونها أصفر وبتوجد بقع بنية ميتة، يبقى أحدد مكان البقع الميتة دي موجودة فين. فإذا لقيت البقع الميتة موجودة على حواف وقمة النصل، البقع الميتة اللي لونها بني لقيتها موجودة على حواف وقمة النصل، يبقى ده نقص عنصر البوتاسيوم. أما إذا كانت البقع البنية الميتة موجودة كنقط كده بين العروق في نصل الورقة، فتكون هذه أعراض نقص الزنك. طب بالنسبة للمغنيسيوم، بالنسبة للمغنيسيوم هتكون الأوراق حصل فيها اصفرار خصوصا بين العروق، الأوراق حصل فيها اصفرار خصوصا بين العروق، ولا توجد بقع بنية ميتة، لكن حافة النصل بترتفع لأعلى قليلا بتخلي النصل ياخد شكل الطبق، فيكون هذا نقص عنصر المغنيسيوم. نيجي بقى لأعراض نقص تظهر على الأوراق العليا وتظل الأوراق السفلية سليمة. هنا لما أقول برضو الأعراض بتظهر على الأوراق العلوية وتظل الأوراق السفلية سليمة، مش معناه إن لو استمر النقص الأوراق العلوية هي اللي هتظل على الأعراض والسفلية هتفضل سليمة. لا، مع مرور الوقت واستمرار تعرض النبات لنقص هذه العناصر ستمتد أعراض النقص للأوراق السفلية، بس هي بداية ظهورها بيكون على الأوراق العلوية ويظل الفترة من الوقت، أما ظهورها على الأوراق السفلية بيكون بعد فترة طويلة نسبيا. إذا ظهرت أعراض النقص على الأوراق العلوية ولقيت الأوراق السفلية سليمة، أقوم أعمل إيه؟ أبص على البرعم الطرفي أشوفه حي ولا ميت. يبقى إذا ظهرت أعراض النقص على الأوراق العلوية وفضلت الأوراق السفلية سليمة، أنظر على البرعم الطرفي، فإذا كان البرعم الطرفي حي
يبقى هيكون عندي النقص خاص بعنصر من ايه، من 4 عناصر هقولها، اللي هو يا اما يكون النحاس او المنجنيز او الكبريت او الحديد. طيب احدد العنصر ازاي؟ احنا قلنا الاعراض ظهرت على الاوراق العلوية والبرع من الطرف الحي. اشوف بقى الاعراض اللي ظهرت على الاوراق العلوية دي مالها، اذا لقيتها لونها اخضر داكن مع ذبولها بدون اصفرار، يعني لونها اخضر داكن بس ذابلة ما فيهاش اصفرار، والنصل بيكون منحن، فتكون دي اعراض نقص النحاس. تاني، اذا كانت الاعراض في صورة ان الاوراق العليا لونها اخضر داكن وذابلة بدون اصفرار والنصل منحني يعني متهدل، فتكون هذه الاعراض خاصة بعنصر النحاس. اذا كانت الاوراق العلوية صفراء مع وجود بقع متحللة بشكل منتظم في شطري الورقة، يعني تبقى زي ما تكون عاملة زي قطعة الشطرنج كده. تاني، الاوراق العليا صفراء وبيوجد فيها بقع متحللة موزعة بانتظام في شطري الورقة وكأنها ورقة شطرنج، فيدل ذلك على ان العنصر الناقص هو عنصر المنجنيز. بالنسبة بقى للحالة التالتة، ان الاوراق تكون صفراء وبدون بقع والعرق الوسطي لونه اخضر فاتح. تاني، الاوراق صفراء قليلا وما فيهاش بقع والعرق الوسطي بيكون لونه اخضر فاتح، يكون ذلك نقص عنصر الكبريت. الحالة الرابعة، ان الاوراق بتكون صفراء وبدون بقع بس العرق الوسطي لونه اخضر داكن، فيكون ذلك نقص عنصر الحديد. يبقى نقولها تاني بسرعة كده عشان تثبت في ذهننا. اذا ظهرت عندي اعراض النقص على الاوراق العليا والاوراق السفلية كانت سليمة لسه، انظر على البرعم الطرفي، اذا لقيته حي هيكون عندي النقص خاص بعنصر من 4 عناصر، هي النحاس. وفي حالة النحاس بلاقي العرض اللي بيظهر على الاوراق العلوية ان هي بيكون لونها اخضر داكن مع ذبولها وتهدلها بدون حدوث اصفرار، ده عنصر النحاس. اما اذا لقيت الاوراق العلوية صفراء وموجود فيها بقع متحللة موزعة بانتظام في نصفي الورقة وكأنها قطعة شطرنج، فده يدل على ان النقص خاص بعنصر المنجنيز. طيب لقيت الاوراق العلوية صفراء يعني اصفر فاتح كده، ومش يعني اصفرار شديد، لا اصفر فاتح وما فيهاش بقع، ابص على العرق الوسطي، اذا لقيت العرق الوسطي لونه اخضر فاتح هيكون النقص نقص خاص بعنصر الكبريت. اما اذا لقيت لونه اخضر داكن هيكون النقص خاص بعنصر الحديد. تمام كده؟ طيب دول ال4 حالات اللي بتظهر فيهم الاعراض على الاوراق العلوية وتظل الاوراق السفلية سليمة مع بقاء البرعم الطرفي حي. طيب في عندي حاجة تانية، ان الاعراض تظهر على الاوراق العلوية وتظل الاوراق السفلية سليمة مع موت البرعم الطرفي. في حالة ان انا لو لاحظت ان البرعم الطرفي ميت، يبقى هيكون عندي اعراض النقص دي خاصة بعنصر من 2، يا اما الكالسيوم يا اما البورون. في حالة الكالسيوم بلاقي ان الاوراق الطرفية للاوراق العلوية بتاخد شكل الخطاف مع حدوث تفصيص في النصل، يعني بلاقي النصل بتاع الاوراق العلوية حصل فيه تفصيص من الحواف بتاعته، حوافه كده حصل لها تفصيص والقمة بتاعته انحنت بقت شبه الخطاف، ده نقص عنصر الكالسيوم. اما اذا كانت الاوراق العلوية سليمة تمام بس قاعدة النصل بتأخذ لون اخضر داكن وعليها نقط حمراء، يبقى ده نتيجة ظهور صبغة الانسولين، وده بيرجع لنقص البورون. يبقى في حالة لما الاعراض تظهر على الاوراق العلوية والاوراق السفلية سليمة
والاقي البرعم الطرفي ميت، يبقى عندي يا اما بورون يا اما كالسيوم. في حالة الكالسيوم بلاقي الاوراق الطرفية بتكون حوافها حصل لها تفصيص، وقمة النصل انحنت بشكل القطاف، فده كالسيوم. اما اذا الاوراق الطرفية كانت سليمة والعرض يتمثل في ان قاعدة النصل بتاعت الاوراق الطرفية دي اللي هي الاوراق العليا بقى اخضر داكن وموجود عليه نقط حمراء، يبقى ده نقص عنصر البورون، واللون الاحمر او الارجواني ده بيرجع الى صبغة الانثوسيانين. اشوف الصورة اللي قدامي دي، ده عبارة عن رسم بيوضح لي، طبعا رسم بالالوان علشان يوضح لي اعراض نقص العناصر المختلفة. طبعا احنا قلنا بالنسبة لعنصر النيتروجين بتبدأ اعراض نقصه بظهور اصفرار على الاوراق السفلية، العنصر متحرك يعني امتصه النبات ينتقل الاوراق العليا على طول، ففي حالة نقصه بيبدأ ظهور الاعراض في صورة اصفرار على الاوراق، والاصفرار ده مع مرور الوقت بيتطور الى اللون البني ثم تموت الورقة وتسقط. بالنسبة للفوسفور قلنا ان احنا اللون الورقة بيتحول للون الاخضر الداكن مع تلون قمة وحواف النصل. هنا مش زي ما هو عاملها في الرسم كده ده عامل النص النصل، لا، القمة مع الحواف الاطراف هنا، تمام، دي بتبقى متلونة بلون ارجواني زي ما هو ظاهر، يعني مش زي ما هو عاملها هنا، لا، القمة وحواف النصل فقط هي اللي بتبقى ملونة باللون الارجواني. ومع تقدم وتطور اعراض نقص الفوسفور اذا استمر طبعا نقصه ما تعالجش هيتحول عفوا هيتحول لون الاوراق الى اللون الاسود ثم تموت وتسقط. عندي هنا بالنسبة للبوتاسيوم الاعراض بتظهر برضو زي ما قلنا على الاوراق السفلية، وتبقى الاوراق العليا سليمة، والاعراض بتاعته بيكون في صورة حدوث احتراق، يعني وجود لون بني نتيجة موت الانسجة على حواف وقمة النصل، يعني في المناطق اللي انا بمشي عليها بالمؤشر في الاماكن دي الاقي اللون اتحول للون بني نتيجة موت الانسجة في حواف النصل وقمته. بالنسبة للمغنيسيوم الاصفرار زي ما قلت بيبقى موجود بين العروق، يعني شايف الخطوط اللون الاخضر دي ده عروق الورقة اللون الاخضر الداكن ده، بينما المسافة بين العروق بيكون لونها اصفر. وطبعا في كثير من الاحيان حفتي النصل بيرتفعوا لاعلى قليلا فتأخذ الورقة شكل الطبق. هنا احنا قلنا بالنسبة للزنك حدوث اصفرار للورقة مع وجود بقع بنية ميتة زي ما انا شايف كده، البقع بنية مش زي البوتاسيوم، في حالة البوتاسيوم بتبقى البقع الميتة بتمتد على طول حفتي النصل وقمته، انما هنا بتبقى بقع صغيرة كده موجودة بين العروق. نيجي مثلا للنحاس، نحاس هنا اهو بتبقى الورقة قلنا بيبقى لونها اخضر داكن ودبلة مع تهدلها ما بيحصلهاش اصفرار زي ما هو عامل هنا، بتبقى لونها اخضر داكن وبتذبل وتتهدل بدون حدوث اصفرار. نيجي بقى للمنجنيز، قلنا المنجنيز بيبقى اللون اخضر مع وجود بقع بنية ميتة بتتوزع في نصفي النصل بشكل منتظم وكأنه قطعة شطرنج عفوا. بالنسبة للحديد قلنا بيتحول لون الورقة الى اللون الاصفر مفيش بقع ميتة مع بقاء العرق الوسطي لونه اخضر داكن، وهنا مش واضح يمكن في الصورة لعيب في التصوير او في الاضاءة او الكلام ده كله. بنيجي بقى للكبريت، قلنا الكبريت بيبقى فيه اصفرار على الاوراق العليا، وبعد كده عندي البورون قلنا بيبقى بيظهر على الاوراق العليا ويتمثل في ان قاعدة النصل بس مش ظاهرة عندي هنا بيكون لونها اخضر داكن مع وجود يعني بقع حمراء
موجودة في الجزء الأخضر الداكن ده بيرجع لوجود صبغة الأنسولين أو زيادة تركيز صبغة الأنسولين. بالنسبة للكالسيوم قلنا أعراضه بتظهر على الأوراق العلوية، بتتمثل في إن يحصل تفصيص، بس ده مش باين لأن هنا مش مرسومة أو مش واضحة كويس في الصورة، إن بيحصل تفصيص لحواف النصل، وقمة النصل بتنحني على شكل خطاف زي ما هو عاملها قدامي هنا كده. دي أعراض نقص الكالسيوم. طبعا دي صورة يعني مرسومة بتحاول تقرب الصورة إلى ذهني، لكن يعني الأعراض ممكن ما تكونش واضحة ليه قوي، لأن هو حد رسمها واجتهد فيها وكتر خيره، لأن قرب لنا العملية إلى ذهننا إلى حد كبير، بس فيها قصور في حاجات معينة اللي أنا أشرت ليها، زي إن مش واضح هنا في البوتاسيوم، إن الحواف والقمة لونهم بني نتيجة موت الأنسجة اللي موجودة في حافتي الورقة. برضو العيب اللي ظاهر هنا في رسم أعراض نقص الفوسفور هي ما بتبقاش أخدة نص النصل كده، إنما بتبقى في القمة وحواف النصل. في عندي برضو بتاعة الكالسيوم مش واضحة قوي، وأنا أكدت عليها وأنا بتكلم، بقول بيحصل تفصيص لحافتي النصل وبتنحني قمته على شكل خطاف. الحاجة التانية إن النحاس مثلا الورقة بيبقى لونها أخضر داكن وبتذبل، إنما هنا راسمها بشكل أصفر كده وعليها نقط والكلام من ده كله، لكن هو كتر خيره إن هو اجتهد. اللي عايز يعرف أكتر أنا هحاول إن شاء الله بمشيئة الرحمن إن أنا أسجل موضوع وظائف العناصر الغذائية وأعراض نقصها لكل عنصر تفصيليا، مع عرض صور توضيحية بتوضح أعراض نقص كل عنصر علشان الصورة تقرب بالذات، وهرفعه كفيديو مستقل عشان اللي عايز يتعلم ويستفيد ويستزيد يلاقيه موجود، اللي مش عايز هو حر. إنما أنا بشرح دلوقتي في إطار اللي أنا بطلبه من طلاب الفرقة الثانية، لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا ونشرح الجزء بتاع وظائف العناصر وأعراض نقصها تفصيليا لكل عنصر، مع عرض صور توضيحية بتوضح الكلام ده. وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء، وإلى أن ألقاكم في جزء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.